مرحبا، اليوم بدي ارجيكم جيم اسمها راسين. راسين هي لعبة روج لايك تلعبها بالكروت. هي اوتو باتلر بس بنفس الوقت فيها اكشنز هيك تعملها. اوتو باتلر يعني انك انت الكاركتر تبعك لحاله بيقاتل وانت بتحط له اشياء مثل فامباير سيرفايفر مثلا، بس لا هو ما بتشبه فامباير سيرفايفر. هعمل بلاي وارجيكم اياها. طبعا انت بتبلش بالبداية عند البورتال هون، حتحارب، اذا متت بترجع لهون مرة تانية ترجع بتكمل. تمام، انت هذا الشخصيه اللي على اليسار. حنروح نعمل في عندك سكيلز هون فيك تعمل لهم، طبعا بس تخلص الرنز تبعك بيعطيك من هدول، فيك تعمل لهم سلوت هون صرت تعمل ابجريد. تمام، هون مثلا فيك تعمل هاي every high point left at the end of the fight heals you for a small amount of health, see the next card you'll pick الى اخره الى اخره. في عندك اشياء فبتصير بتقويك بتسهلك الامور. الدك هون هو الكروت اللي حتاخده معك. طبعا هون في كروت بتبلش فيها فيك تحطها بالدك تبعك. اذا وصلت طبعا كل ما كتروا الكروت كل ما ضعفوك شوي او بيقووك شوي حسب اللعبه كيف. المهم هعمل ليف وورجيكم الجيم كيف. نجي لهون ونفوت على اول عالم. طبعا هي الخريطه اللي حنمشي فيها، فيك تروح وين ما بدك، فيك ترجع برجوع كمان. خلينا نجي لهون نعمل جو. واللعبة بالضبط حتكون انه نحن حنبلش القتال، هذا حيعبي المانع مشان نقدر نستعمل الاسلحة تبعنا هون. طبعا هذا عمل اتاك قتله وهكذا. في عنده كمان ريفلكت برسنتج انه يعمل ريفلكت للاتاك والى اخره. فكل كرت حيعطيك شيء، مثلا هذا ريفلكت سبايك، هذا حيعطينا ريفلكت. هلا بس يجي 10 خلينا نعمل ريفلكت هون. الريفلكت حيصير 6%، يعني فرصة 6% اني اضرب الضربة رجع عليه. هلا هذا حيجي يضربني، اذا عملت له اذا لعبت الكرت لما يجي يضربك بتعمل باري بصير تأذي اكثر، بصير تعمل له قصص. خلينا نعمل ننجز لهون. اوكي نعمل هاي، بدنا ارمر. هذا هون طبعا شايفين لما لاني كبسته بوقت مناسب عملت باري فقدرت اذيه بشكل احسن. ففيها جزء شوي مو استراتيجي بس فيها كمان شوية اكشن انه امتى تلعب الاشياء. طبعا هون انت عندك انرجي، هذا مثل الهيلث يعني تبعك فعليا، حتصير تستعمله. حاصرف 20 هيلث واخذ شيء مثلا هيرث بولت جنريت سلوتلي بس هيلينج كاردز ار ليس افيشنت، يور شيلد دازنت بروتكت بس ات اتاكس، ذا سوبر بار فيلز فاست بس اونلي وانس بير فايت. هعمل السوبر لا هاخذ هاد، يور هيلث بوينت ريجنريت سلولي بس الكاردز اقل. ما عندك كروت هيلينج كريت كثير، اظن شيء ثلاثه بس، فيعني مو هالفظيع. طبعا هون نجي لهون حنشوف. هلا هون الاتاك هدول اثنين منهم طلعوا دغري لانه حكينا. هذا دوج طبعا حنعمل هاي. اوكي نبلش، حانطر حتى يصل وخليه هيك. عملت شيلد تمام وعملت له ازوه لإله. نعمل ريفلكت هون كمان. ايه ما كتير اثر لي كتير على الهيل، كان اظن 25 صار 22 which is good. كنت بفكره أسوأ من هيك. طيب حنجي لهون نشوف شو حنعمل هون. طبعا بس نخلص هاي المرحلة حيعطيني كروت كهدية. هذا شيلدد لأنه لعبنا الكارت بالوقت المناسب، كمان شيلدد لأنه لعبت الكارت بالوقت المناسب. خليه يجي يضربني. اي أزاني شوي مو مشكلة. ايوه هذا ارمر، خلينا نعمل ارمر، خلينا نعمل ريفلكت. رح احاول اسرع اللعب شوي بالكروت تبعي لحتى بس اقوي حالي نتفه. هذا هون نعمل السوبر. هذا البار هون بتعبى مع الوقت، بصير بتعمل السوبر اتاك بتقدر تقتل فيها واحد تقريبا بسرعه. هاي ريفلكت، كمان ريفلكت، كمان ريفلكت، ريفلكت. نعمل شيلد عشان نعمل هيل بنفس الوقت. نعمل هذا عامل مثل تانك هوني. طيب شو كمان؟ يلا
هيل. هذا شو بيعمل؟ convert half your kai into health points. one kai اللي هو okay فينا نعمل health فيها. هذا شو بيعمل؟ reduce the cost of a random card to zero. get one opportunity to double the price of this card for the rest of the fight. cure all elemental conditions. خلينا على تبع الhealth. روح لي 10 health حتى أقدر أخده. شايفين؟ فحتى لما تأخذ الكروت بدك تدفع حقها. حتأخذ من healthك. طيب. هننزل حنطلع لهون. هذا حيزيد 10 هيلث، خلينا ننتظر عليه شوي. طبعا هذا اذا كان عندي عمل ريفلكت. حلو. فضل عمل تريجر للاتاك. طيب. هذا هون. نعمل هاي. كمان كمان. فينا كمان نكب كروت. مشان اذا حابب انك تغير شكل الكروت تبعك. اوكي. هذا هو ليفل الانميز قديش حيكونوا قوايا. طبعا كل ما زاد كل ما كانوا اقوى كل ما كان اخطر الجيم. كب هذا. اي. هذا شيلد. وهذا هيلث. ننتظر شوي. ريفلكت. هذا رانر اتاكس فاستر، اوكي. ننتظر شوي. ما بدي استعمل هذا. ايوه. هذا هون على الوقت. هاي هي الجيم فعليا. هلا طبعا حتجيب الكروت، تشوف شو الكروت اللي ممكن تاخذها تستعملها. هذا حيعطينا ارمر. هذا حيعطيني ريفلكت. ايوه عطى. طيب نجي هون نشوف الكروت اللي هي. نشيل هاد، نشيل هاد. هذا عمل الرفلكت 96 صار. يعني الضربة خلينا نسحب كروت. نكب هدول نسحب غيرهم. طبعا كل واحد بتسحبه بكلفك 5. رح تشيل 5 من هون. ارمر. ايوه. كب هدول. هاي هيك حيلزمنا شوية هيلث هلا. هاي هون. ليش ما عم يعمل الاتاك هوني؟ نعمل ريفلكت هون. وهي شيء يلا سوبر. ننتظر شوي. سبايكس. هيل هيل. ارمر. وهكذا خلصنا هاي. وحتمشي يا اما بتصل للاخر يا اما بتموت بالطريق. discard all 100% damage per card. throw your hand each كذا حيعطيك damage extra. non compliance get plus 2 evade. deflation increase the cost of the card in your hand by x. vulnerable 1 next attack deal double damage to your character. يا ساتر. لا خلينا ناخذ هاد ونعمل كويت حاجه. طيب خلينا نشيل الهيل. ححط هاد واخذ واحد هيل لانه لازم يكون عندي 8 اقل شيء. اوكي ننزل لتحت
ونكمل. مام بس هاي هي فكرة الجيم أوكي. هاي هي راسين. حتمشي حتاخذ كروت كذا، بس إذا متت حترجع تعيد من الأول. حيكون عندك أبريتيز جداد لأنه you unlocked a few things. والكاركترز هدول حيقوا مع الوقت، اللي هنا الوحوش. طبعا هون في البوس آخر شيء، الجريت سبيريت هو هون حيكون قتاله. مام شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، بشوفكم بعدين، سلام.